أعزائي المتابعين، الله يمسيكم بالخير، الله يمسيكم بالخير. حابين حدا من الشباب يحكي لنا إذا الصوت واضح؟ الله يمسيكم بالخير إخواننا. من الشباب اللي بيدخلوا على البث يجاوبونا إذا الصوت واضح. اليوم بدنا نحكي عن صفقة القرن. امبارح أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان معاه بالإعلان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، عن ما يسمى بصفقة القرن، وسموها بخطة السلام الأمريكية الجديدة. وهذه الخطة اعتمدت على 4 محاور، اللي هي الحدود واللاجئين والأمن ووضع مدينة القدس عفوا. فإحنا بدنا نحكي عن المحاور هاي كلياتها، وراح نحكي عنها محور محور، وعن تداعياتها وعن أثرها على المستقبل المنطقة ومستقبل الأردن ومستقبل فلسطين. أول شيء نأكد إحنا إنه هاي الخطة تم رفضها من الدولة الأردنية، وتم رفضها من السلطة الوطنية الفلسطينية. وبدنا نأكد على شغلة ضرورية الآن، إنه الموقف السياسي والسياسة الخارجية الأردنية، الصوت واضح أوكي، وإنه السياسة الأردنية الخارجية والسياسة الأردنية الخارجية الفلسطينية سياسة قوية ولها تأثير على مستوى العالم. وأكبر دليل على ذلك إنه دول الاتحاد الأوروبي لحد الآن غير موافقة على الصفقة، وتعتبر إنه أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون على حل الدولتين وحسب قوانين الشرعية الدولية والعودة إلى حدود 4 من حزيران سنة 1967. جلالة الملك عبد الله كان تقريبا قبل أسبوعين في زيارة للبرلمان الأوروبي، والسياسة الخارجية الفلسطينية كمان قادرة تعبر عن نفسها وقادرة تشرح وضعها وتشرح الواقع المؤلم اللي بيعيشوه الفلسطينيين في داخل المدن الفلسطينية أو في الخارج أو اللاجئين. فما حدا يستهين بقدرة السياسيين الأردنيين والفلسطينيين على شرح مظلمتهم وشرح وضعهم وقدرتهم على المفاوضات وتحقيق المكاسب. وإذا عرفنا أنه دولة مثل فلسطين هي دولة مراقب بالأمم المتحدة، يعني وهذا الحكي بيسمح لها إنها تشارك بأكثر من 120 منظمة دولية، وحتى إنه في منظمة اسمها 77 زائد الصين، دولة فلسطين هي قائدة هذه المنظمة أو مديرة هذه المنظمة. فبالتالي الفلسطينيين قادرين على إيصال صوتهم، والسياسة الخارجية الأردنية قادرة على أنها توصل صوتها بالموضوع هذا وتوصل توضح للعالم كلياته، العالم الشرقي والعالم الغربي. فإذا إجا دونالد ترامب أو نسيبه جاريد كوشنر وصار بدهم يعملوا خطة معينة، هذول يمكن يكونوا محدثين على السياسة أو محدثين على قراءة الوقائع والأحداث التاريخية. وشغلة العضو المراقب بالأمم المتحدة هاي من أحد الإشي، من أحد الشغلات اللي انذكرت في بنود الاتفاقية، حيث إنها مضايقة إسرائيل بشغلة كبيرة، حيث إنه بالوضع الحالي السياسي الفلسطيني بحق لهم يشاركوا بالمحكمة الجنائية الدولية، وهذا الحكي بيقدروا يرفعوا قضايا فيه على القادة الإسرائيليين. ففي أحد بنود الصفقة راح نحكيها لقدام شوية، بتشترط إسرائيل إنه فلسطين ما تشارك بأي منظمة دولية إلا بموافقة الاحتلال الصهيوني. طبعا زي ما حكينا الدولة الأردنية رفضت هذه الصفقة، والدولة الفلسطينية كمان رفضت هذه الصفقة. بدنا نحكي الآن عن محاور الصفقة وعن بعض الطروحات بالموضوع وتداعياتها على المنطقة وشو الهدف منها. أول نقطة من هذه النقاط هي اللاجئين. طبعا الصفقة تلغي حق العودة للاجئين الفلسطينيين نهائيا، حسب ادعاءات عندهم انه كان في سكان يهود موجودين بدول عربية، وهذول السكان اليهود تم طردهم وتم لجوءهم الى دولة اسرائيل المزعومة. فبالتالي اختصاصا او انه من حق لهم صاروا انه لهم حق ياخذوا الدولة الفلسطينية. احنا الان بدنا نحكي بنقطة معينة. أول شيء الدول الحاضنة للاجئين أو المتضررة من قضية اللاجئين، وهي الأردن ولبنان وسوريا تقريبا، هاي الدول عمرها ما طردت أي شخص يهودي، وعمرها ما كان عندها عملية تهجير لأي إنسان يهودي.
فبالتالي من غير العدالة إنك أنت عشان واحد يهودي تهجر من بولندا أو تهجر من المغرب أو حتى من العراق تيجي تعاقب الشخص الفلسطيني الموجود بأرضه وتهجره على بلد ثانية، وهاي البلد الثانية مثل الأردن ومثل لبنان تعاني من آثار اللجوء، وبعد ذلك تلغي حقهم في العودة إلى بلادهم. دائما الإسرائيليين بسمعونا بكائيات الهولوكوست، بسمعونا بكائيات اللاسامية، وهم الحكي اللي بيعملوه الآن مع الفلسطينيين نفس حركات الهولوكوست ونفس التهجير اللي كانوا يستخدموه معهم أيام الهولوكوست. يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق أنت فاعله، عار عليك إن فعلت عظيم. بالنقطة الأخرى الثانية بنحكي فيها بالنسبة للاجئ، اللاجئ كشخص مش كدولة مضيفة، اللاجئ كشخص، اللاجئ إنسان عمره ما اتخذ قرار يخص نفسه، لا لما هج من بلاده ولا لما لجأ على البلاد الأخرى ولا لما تقرر مصيره. فمن حق اللاجئين تقرير مصيرهم، ومعظم اللاجئين بكل الدول بيحددوا إنهم بدهم الرجعة إلى دولتهم ودولة فلسطين. فهذا الشرط كمان أو ملف اللاجئين ما يخص اللاجئين هذا مرفوض جملة وتفصيلا من الدولة الأردنية ومن الدولة الفلسطينية. حتى امبارح الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال قصيدة أولها كفر بالنسبة للاجئين وبالنسبة لوضع القدس. نيجي الآن للملف الثاني. الملف الثاني هو ملف الحدود. أول شيء الصفقة سمحت لإسرائيل بضم غور الأردن. غور الأردن هي المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية وبين الضفة الغربية. بس الآن هاي الآلية واحدة أو هذا الطلب لضم غور الأردن هذا بدلك على أنه الجانب الإسرائيلي غير موافق على صفقة القرن، لأنه غور الأردن ما له أي فائدة استراتيجية ولا أي فائدة أمنية ولا أي فائدة عسكرية. الهدف الوحيد منه فقط استفزاز الأردن كدولة الجار الأردني، وبعث رسالة للدولة الأردنية إنها غير معنية بالحل في قضية فلسطين. حتى إنه رئيس الوزراء الأسبق يهود باراك امبارح كتب بصحيفة هارتس الإسرائيلية، فالنص يقول لك: اقتراح نتنياهو بضم غور الأردن يعكس هستيريا شخصية تشبه سلوك مجرم نجا من الملاحقة وفقد القدرة على التحكم. انتهى الاقتباس. فالآن عملية ضم غور الأردن هي عملية فقط لابتزاز الأردن ولإرسال رسالة إلى الدولة الأردنية أنكم مفصلون ومفصلون عن ضفة وغير مدعوون الآن إلى أي حل يخص القضية الفلسطينية. الآن في قضية ثانية هي قضية حدودية وتختص بالديموغرافيا أيضا. هم الآن عرضوا على الدولة الفلسطينية أو ما يسمى فلسطين الجديدة الآن ضم مدن المثلث. هاي شو قصة مدن المثلث؟ هاي مدن المثلث مدن أغلبية ذات أغلبية عربية، معظمهم معهم كلهم معهم جوازات إسرائيلية، وفيها كثافة سكانية عالية. والمدن هذه مثل الطيبة، كفر قاسم، جلجولة، أم الفحم، عرعرة، وكفر برة وغيرهم. طبعا الإسرائيليين ليش بدهم يرجعوا المدن هذه لفلسطين الجديدة حسب ادعائهم؟ خوفا من قنبلة ديموغرافية، لأنهم بدهم يقللوا عدد العرب في دولة إسرائيل، خايفين لأنه تزايد السكان عندهم وتزايد المواليد بعدد كبير أكثر من الناس الموجودين أو العرقية اليهودية الموجودين في إسرائيل. فبدهم يتخلصوا من المدن هذه ويعملوا لهم ما يسمى ترانسفير، ويرجعوهم لدولة فلسطين بسموها دولة فلسطين الجديدة. طبعا الحكي هذا، احنا الآن سنة 2020 وما في دول بالعالم كلها ياتوا بتقوم على قومية واحدة أو دينية واحدة أو عرقية واحدة. الدول اللي زي هيك تصنف على إنها دول عنصرية. فالآن إسرائيل أو الكيان الصهيوني يدعي أنه كيان شامل وكيان للتعايش، وهو الآن مواطنينه اللي من سنة 49 قاعد بيرجعهم ويعمل حركة نزوح ولجوء ثانية إلى فلسطين الجديدة. في بعض الحركات بالحدود مثلا اقترحوا ميناءين، ميناء حيفا وميناء أسدود، يربطوا بينهم بطريق معين ويكون له إدارة معينة من طريق السلطة الفلسطينية الجديدة. وفي عملية تهجير أخرى راح يعملوها للبدو العرب في صحراء النقب. يعني اقترحوا منطقتين، منطقة زراعية ومنطقة سكنية جنوب قطاع غزة. هذول المنطقتين بدهم يرحلوا البدو اللي بجنوب إسرائيل أو بصحراء النقب لهذول المنطقتين، وراح يعطوهم جنسي. هذول كمان حاملين الجواز الإسرائيلي، فبدهم يعطوهم الجواز فلسطين الجديدة. فحملة ترانسفير أخرى بدهم يعملوها كمان بصحراء الجنوب. طبعا الحكي هذا زي ما حكينا مرفوض جملة وتفصيلا من القيادتين الأردنية
والفلسطينية. الآن نيجي على المحور الثالث، هو محور القدس. القدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل. طبعا الحكي هذا رد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه قصيدة أولها كفر، بما أنكم حكيتوا بقدس غير مجزأة عاصمة لإسرائيل رفض الموضوع كلياته بغير الحكيات الثانية. اقترحوا هم بعض المناطق مثل أوديس والجزء الشرقي من شحفاط إنهم يسموهم مدينة، يعطوهم مدينة وتكون عاصمة لفلسطين الجديدة، والعاصمة هاي يسموها القدس، وحكوا لهم الأمريكان مش مشكلة بنودي لكم سفارة أمريكية كمان فيها وبنسميها القدس، ولكن الفلسطينيين رافضين الموضوع جملة وتفصيلا. بظل الآن الملف الرابع، وهو الآن من أخطر الملفات، هو ملف الأمن. طبعا صفقة القرن اقترحت أنه يكون دولة فلسطين الجديدة دولة منزوعة السلاح، بس سلاح الشرطة. أوكي، وزي ما بيحكوها الأجانب The devil in details، الشيطان بالتفاصيل، ونزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وهذا عملية إرهاصات وتفويض للعدوان على غزة، للعدوان على غزة بحجة أنه عشان فلسطين الجديدة تستقر إحنا بدنا نسحب سلاح غزة، بنسحب سلاح حماس وسلاح غزة. حتى الرئيس الأمريكي يعني حكاها بجملة يعني وهي تضمر الكثير من الشر لأهل غزة، أنه لن نسمح للعشرات بأن يحددوا مصير الملايين. يعني هذا إشارة واضحة على أنه راح يكون في تصعيد على جبهة غزة بالأيام الجاية لا سمح الله إذا تم رفض هذه الصفقة. تمام. طبعا الرئيس الأمريكي حدد مدة 4 أعوام لتطبيق هذه الصفقة. طبعا هو يعتمد على ضغط بعض الحلفاء من دول الخليج على تطويع وإقناع الجانب الأردني أو الجانب الفلسطيني. بالنسبة للقدس، في قضية المقدسات في القدس، المقدسات يبقى الحال عما عليه، وتبقى الوصاية الوصاية هاشمية حسب اتفاقية وادي عربة. طبعا الآن هاي الاتفاقية حصرت دور الأردن في قيام دولة فلسطين الجديدة أو بالحل الفلسطيني فقط أنه بوصيتها على المقدسات الإسلامية، مع أنه الأردن دولة متضررة من اللاجئين، الأردن إلها حدود جيولوجية وعمق استراتيجي كبير بشكل كبير مع فلسطين، غير الترابط الاجتماعي والترابط العقائدي مع الأهل في فلسطين. فالآن ولكن الآن الأيام القادمة حبلة بالأحداث، وراح نشوف إحنا هل الأردن وفلسطين قادرة على الصمود أمام هذه وعمقهم العالمي، الأردن وفلسطين والعمق العالمي وسياستهم على مستوى دول العالم النشيطة قادرة على الصمود بوجه هذه الصفقة والضغوطات اللي سوف تتعرض لها قيادة هذول الدولتين، مع مراعاة إنه الدولتين الآن حاصلات على تأييد شعبي واسع. يعني القيادة الأردنية الملك عبد الله بلاءاته الثلاثة لا للتوطين، لا للوطن البديل، لا للقدس تقسيم القدس، يعني رافض إنه القدس، لا القدس عاصمة لإسرائيل، والفلسطينيين كمان بخطابهم رافضين لهذه القضية، رافضين لهذه الصفقة. احنا راح نشوف الأيام الجاية شو اللي راح يصير، بس ولكن احنا إذا بدنا نعبر عن الحكي، نعبر أو نعطي رأينا، نرى أنه هذه الصفقة ولدت ميتة، جابوها أكم الناس يعني مش فاهمين الواقع الديمغرافي ولا فاهمين الواقع الجغرافي فقط. يعني الرئيس ترامب عقد أكم من وعود لأصدقائه منهم سيلدر شيلدون هذا تبع الأندية الليلية لبفيغاس ومكاو، يعني هذا نقل السفارة الأمريكية للقدس بناء على وعد له قطعه له قبل الانتخابات، لأنه هذا الملياردير مع 42 مليار كان واقف مع واحد منافس لدونالد ترامب، فدونالد ترامب استفزه، فلما قعدوا مع بعض قال له أنا بس بدي تنقل السفارة الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس مقابل دعمك بالانتخابات، وبالفعل دعم الرئيس الأمريكي أول شيء 32 مليون دولار تقريبا، والمرة الثانية لما حميت الانتخابات دعمه كمان 100 مليون دولار. فالآن هل تطبيق الوعود الانتخابية للرئيس دونالد ترامب وسلق الصفقة زي هيك بالطريقة هاي بدون علم ومعرفة بتاريخ المنطقة وإحداثيات المنطقة، ماذا لو؟ الأخ إبراهيم عبد الجواد الطهراوي بيسأل ماذا لو تم إلغاء قانون فك الارتباط، شو السيناريو؟ الأخ إبراهيم،
يعني الآن إحنا حكينا إنه إسرائيل حطت إيدها على غور الأردن أو طلبت إنها تكون إلها هي المسيطرة على غور الأردن حتى تفصل الأردن عن القضية السياسية، تمام؟ فإلغاء فك الارتباط راح يكون بحالة واحدة، الملك عبد الله حددها قبل فترة إنه إحنا في مجال نعمل يكون بيننا كونفدرالية أو فدرالية بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، تمام؟ فمثل ما حكى الرئيس الفلسطيني ومثل ما حكى جلالة الملك عبد الله قصيدة بدايتها كفر. فالآن نشوف هل القيادتين قادرات على التحمل، وأتوقع أنا إنه حسب العمق العالمي والعمق الشعبي، خصوصا إنه كل الناس بتروج للحكي هذا، كل الناس بتروج للحكي هذا قاعدة بتروج له على إنه هذا الحلف ضد إيران، عاملين عدو كبير للمنطقة إنه إيران، وإنه إسرائيل راح تكون الحلف من ضمن إيران. اللي بده إسرائيل تكون حلف معها ضد إيران مش حساب الأردنيين ولا حساب الفلسطينيين، هذا الحكي اللي حكوه الشعب الأردني والحكي اللي حكوه الشعب الفلسطيني. كمان أضافة إلى ذلك، رئيس الوزراء بالكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بيعاني من مشاكل انتخابية، وفي يعني حتى جانتس هذا تبع حزب أبيض أزرق المنافس لبنيامين نتنياهو بالانتخابات المقبلة، هذا من الناس رافض لضم غور الأردن، بس إنه الآن بنيامين نتنياهو حتى يزيد المشاكل صعوبة وحتى يزيد من شعبوياته ويضغط على إنه أنا أقرب لكم وأحفظ لكم الأمن، لأنه المعركة الآن معركة أمن، قاعدين كل واحد بينهم بيزاود على الثاني مين بيقدر يحفظ أمن إسرائيل. فالصفقة الآن معظم مخرجاتها دعاية انتخابية، حتى إنهم صحيح احنا انبهنا لشغله، غير انه الاتحاد الاوروبي حتى مجلس النواب الامريكي اللي اغلبيته ديمقراطيه ديمقراطيين رافضين لهذه الصفقه، اغلبيه الديمقراطيين الامريكيين رافضين لهذه الصفقه، وهذا يدل على قوه تاثير السياسه الاردنيه والسياسه الفلسطينيه وقدرتهم على شرح المواضيع وشرح القضيه بشكل حقيقي للعالم الغربي. شكرا لكم على استماعكم، وان شاء الله نامل انه الله يجيب الخير لهالبلد ويجيب الخير لفلسطين وللأمة العربية والإسلامية جمعاء.